رجعنا سريعا لسه مكملين حلقتنا وكلامنا النهارده مع كابتن طارق سليمان. كابتن طارق، كنا بنتكلم قبل الفاصل على طول على مشوارك بقى التدريبي، ولما ابتديته فين؟ يعني انا بطلت كوره طبعا في 2007 زي ما قلت لك. انا يعني ساعتها عملت مباراه اعتزال ما بين الاهلي والمقاولين العرب. بالظبط كده، عملت مباراه اعتزال مع الاهلي والمقاولين، وكان المباراه يعني كان متفق عليها ان انا هعملها مع الفريق الاول في النادي الاهلي. انا عملت المباراه يعني مش الفريق الاول ما جاش كله، لان سبحان الله برضو يعني كان في مباراه مع بترول اسيوط في كاس مصر، والاهلي خرج من بترول اسيوط. فكان في راحه للاهلي حوالي اسبوع، كان يعني ما كانش في فرصه بقى ان يريحوا غير الاسبوع ده. فطبعا جالي الاهلي، وجالي يعني جه بقى ناس كتير، يعني كابتن طارق وزير جالي المباراه ديت، شيكابالا جه من الزمالك، يعني ناس كتير جت المباراه. عملنا مباراه كان معايا في التوقيت ده، عملنا احنا اول مره كانت تحصل ان يبقى في اتنين بيعتزلوا في توقيت واحد. كان معايا كابتن علي عاشور من المقاولين. عملنا المباراه، والمباراه الحمد لله يعني خدت فيها، بس كانت خدت حوالي اربع غرز في وشي. ليه؟ اصابه. وانا بلعب يعني مباراه اعتزالي، يعني المفروض ختمها يبقى مسك مش اصابه. جالي اصابه من وقتها، كان مؤمن زكريا، كره مشتركه كده انفراد، فدخل اشترك معايا كده، فقمت كده لقيت بقى طبعا هنا في فتحه كده، خدت حوالي اربع غرز او خمس غرز. بيهديك بقى بمناسبه اعتزالك. دي كانت الختام يعني. طب اصلا قرار الاعتزال يعني كان مدروس؟ كنت خلاص قررت ان هو ده الوقت الانسب ان انا اعتزل فيه؟ انا كنت تعبت جدا جدا بسبب اصابه. يعني قعدت حوالي سنتين. انا رحت يعني بعد ما مشيت من المقاولين، انا رحت سنه اسمنت اسيوط، عملت موسم كويس قوي، من افضل مواسم عملتها في تاريخ. انا قعدت 14 موسم دوري ممتاز، افضل من افضل مواسم عملتها في حياتي هو موسم بترول اسمنت اسيوط. بس في نهايه الموسم ده قبل ما يخلص بحوالي 7-8 ماتشات جالي اصابه جامده، اصابه عضلات بطني يعني. يعني خدت حقن، انا خدت حقنه في الملعب وانا في الملعب. وبعدين بقى خدت حقنه بعد ما طلعت، والعمليه ايه يعني عكت معايا شويه في موضوع الاصابه وطولت، وبعدين نزل يعني الموضوع طول قوي. فانا جالي رشح على الشبكيه. لا دي اصابه كبيره. بتعب نفسي جالي بقى، لان قعدت اكتر من سنتين مش عارف ارجع. وكل ما ارجع السنه اللي بعدها رحت بترول اسيوط، قعدت سنه في بترول اسيوط برده ما لعبتش كتير، لعبت ثلاث ماتشات بس. كان وقتها بترول اسيوط ماسكها كابتن انور سلام. برده كملت معاهم وكنت كويس في توقيتات، ابقى كويس وانزل الاصابه ترجع لي تاني. السنه دي برده لخبطت معايا شويه. نهايه السنه دي رحت سموحه. لما رحت سموحه يعني كنت رايح وبتمرن في فتره الاعداد، وعامل فترات كويسه جدا جدا. كان وقتها ماسك سموحه كابتن شريف الخشاب وكابتن عصام عبد العظيم مدرب حراس المرمى. فالاصابه رجعت لي، كنت انا خدت فلوس وخدت شيك من سموحه. الشيك ما كنتش صرفته لسه يعني. فقررت ان خلاص بقى يعني، كلمت كام حد كده من صحابي وكلمت زوجتي، وكنت خلاص يعني وصلت لمرحله بقى ايه. الدكتور قال لي لما رحت اكشف على عينيا، كان عندي رشح في الشبكيه، فقال لي ده تعب نفسي. قال لي يعني ممكن تعمل عمليه، يا تاخد اقراص حوالي 6 شهور، يا اما انت بقى حالتك النفسيه تتحسن. لو حالتك النفسيه اتحسنت الرشح ده هيروح خالص من عينيك. فحسيت وقتها ان الاعتزال هو السبيل للراحه النفسيه؟ ما كنتش قادر بقى خلاص يعني. تعبت واصابه بترجع لي، وبعدين بقى كمان خدي بالك الاصابات دي بتبقى سمعه يعني. يعني الانديه بتعرف. حتى وانا رايح سموحه، انا مدرب حراس المرمى كابتن عصام عبد العظيم ده قال لي يا طارق احنا عارفين انت مصاب، بس لو الامور كويسه وخفيت احنا عايزينك محتاجينك. قلت له والله يا عصام انا كويس. فلما الاصابه رجعت لي تاني، خد بالك اللي كان هيبقى في هيتصدر اللي هيبقى في الوش على طول، اللي هو مسؤوليه كامله عن الموضوع ده، كان مدرب حراس المرمى كابتن عصام عبد العظيم. لان هو اللي رشحك. عشان كده هو اللي رشحني، وهو يعني انا رحت على مسؤوليته هو، لان برضو كانوا عارفين ان انا مصاب. فانا عملت ايه؟ انا رجعت الشيك عشان ترفع عنه الحرج، وكان في فلوس انا خدتها وصرفتها. وقتها ما كانش معايا فلوس. في التوقيت ده ما كانش معايا فلوس، وكنت صرفت جزء من الفلوس، كنت خدت فلوس نقدي صرفتها، وخدت فلوس بشيك رجعت الشيك تاني عشان ايه. وكل اللبس اللي كان معايا في الشنطه، انا كنت قاعد في فندق، في كل الكلام ده بقول لحضرتك حصل يعني.